طيب احنا يا كابتن جالنا دلوقتي ان تاجيل المباراه لمده ساعه ده قرار رسمي. معانا بقى زميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراه يقول لنا اخر المستجدات هناك. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدينا. بالفعل يا كابتن ايمن المسؤول الكاف بعد اجتماعهم يعني اتخذوا قرار بتاجيل المباراه للساعه السادسه لمده ساعه تقام في الساعه السادسه، والامر حاليا بيعرض يعني بيتم فيه مشاورات على الجميع، لكن المسؤول الكاف خد القرار بتاجيل المباراه لمده ساعه لتقام في الساعه السادسه، ولكن الامر بيبحث حتى الان. هو الوقت يعني المفروض عندك في تونس الساعه كام يا فاروق؟ حاليا في تونس الوقت الحالي في تونس يا كابتن ايمن الساعه 5:15. 5:15 يبقى ناقص 45 دقيقه. الفرق يعني مصر تسبق تونس بتوقيت ساعه، يعني لما الساعه عندنا في تونس تكون 6 في مصر تكون الساعه 7 يا كابتن ايمن. طيب حد من الفرقتين نزل يسخن في ارض الملعب دلوقتي؟ ولا اي فرد من كلا الفريقين سواء لاعب الاهلي او لاعب الترجي التونسي، حتى حكم المباراه الحكم الرابع مارتينو رودريجيز الحكم الانجولي نزل لارض الملعب برضه يتابع ويشوف الاعداد الجماهير، وبرضه ما استغرقش الامر بالنسبه له ثواني وقام خارج وكتبوا عليه علامات الاستياء مره اخرى. برضه يعني لسه الاعداد زي ما هي يا فاروق. بالظبط يا كابتن ايمن، الاعداد الموجوده داخل الملعب تتجاوز ال 10000 15000 متفرج. طيب في حاله عدم السيطره هل ممكن ياخد قرار ان المباراه ما تتلعبش النهارده؟ اعتقد ده واحد من الحلول من الحلول المطروحه، لكن بيتم التشاور. حمدي المؤدب رئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي نزل ارض الملعب حاول يسيطر على شغب الجماهير، لكن الامر شغب الجماهير موجود يا كابتن ايمن يعني مستمر، يعني ما زال شغب الجماهير مستمر حتى الان. بالظبط يا كابتن ايمن، حتى الاجزاء يعني الجزء اللي خرج من يعني المدرج اللي الجانب الايمن توجه الى الجانب اللي هو متوسط الدرجه الثانيه على الجانب الايسر، يعني اللي انت موجود على احنا قلنا هنا نفس الكلام الجمهور هيمشي من هنا هيروح المدرج الثاني. بالظبط يا كابتن ايمن، هو ده اللي تم. اعداد الجماهير هي الموجوده في ارض الملعب وبتتباعد، العدد اللي بيخرج من الجانب الايمن بيلف يدخل من الجانب الثاني يدخل في الجانب الايسر. القوات الامن بتضاعف عدد من قوات الامن للسيطره على الامر. حمدي المؤدب نزل لارض الملعب برضه كتبوا عليه علامات الاستياء من الاحتكاكات والشغب اللي موجود من جماهير الترجي. طبعا مسؤولي الكاف بس دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه نزل لارض الملعب بيجري عمليات الاحفائيه معز بن شريفيه وفاروق بن مصطفى حارسي الترجي، لكن حتى الان مفيش ولا لاعب نزل من النادي الاهلي. دكتور احمد ابو عبله بيتفقد الملعب مع المسؤول الطبي للكاف برضه لبحث كافه الامور الطبيه وسلامه وامان لاعبي النادي الاهلي. ايوه فاروق. طيب فاروق احنا خلينا معاك لحد ما تعرف لنا في الاخر ايه القرار النهائي، هل المباراه هتلعب فعلا متاخره ساعه ولا هيبقى في حاجه جديده؟